Ben sana bir anlatıyorum bir şey. Sağ ol, kalk da kutu olma. Kişisel bu benim, kişisel. Kişisel olacak. Esma, kim kutu bu diye? İnne ruhani an işbar bin. Esma hadi, terhaç arruh fece. هلا جايز شلونكم؟ طبعا اليوم مقلب على ام بحسين. شنو المقلب؟ عود على اساس انا متزوج بالسر واهلي ما يعرفون يعني انا متزوج. وعلى اساس راح افاتي حسين بهالموضوع. شوف جاسم الاخير ما جاي يستوعب حسين ايش راح يسوي. ولا تنسون تضيفونا على الانستي حساب حسين بالوصف وفعلوا زر الجرس جرش ولايك وسبسكرايب. طبعا سويت ثبت بالكاميرا طبعا لما تضمن العالمين او حسين يضم هاي والله اسمع لوس حسين حزين ليش شفت شاطي بس نفسك ما شفت شنو هاي الكونسول بارده ما بقى نضغط ما احب اضغط مليت من وصراحة أقول لك بطل محزين شوية هالأشياء وليش هذا التركي مصطفى الروير على التركي بس تطفي تركي ليش يا ربي يا سيباني اسمع اسمع حد علقوا مكسر موباي بس طفي يضم لك مثلي من عرب شعرات لا ليش طيب خليك قبل بس أول شيء إحنا كنا نحكي يا طارق. شنو إن شاء الله قوية. أنت حكم بس هسه أحلف لي. إيه. يلا أحكي لك. ما تقدر فيها ما صار كنت شغلات تسولف فيها ما صار كذا. إيه بس شغلة عن شغلة تختلف يعني. شنو هي؟ هسه أحلف لي حتى أطمن. والله ما سولف يلا. والحسين ما سولف. احنا بعد ما ثاني والحسين ما سولف بيك مهما كان حرام تحلفون هسه انت موجودني بس احلف يا ادري حرام بس غير يعني قسم هني تطلب قسم يوصل المسلسل القسم موت شكي مريض مو جاي شيء مثل الاواز خططت مع حيوانات لا بس ما وحش مخطط المهم بس انت يمكن تقول ما راح تصدقني ما ادري كذا بس لا اكو نقط ادله انه انا صح احكي الله اول شيء احكي لك الموضوع كنا قلنا نقطة بس احكي لك الحين موضوع مهم ها؟ ايه اكو بنية واكو ولد التقوا يتكونون شط العرب اي سر هاي الوقت شوي نصيحة مالتي يلا يلا سولف شوي المهم بنية ايه يعني خوش بنية بس المهم تعرفت عليها انا ما اتعلى دايركت مع انستي بس اكو بيه مجهول ستوري فلازم ارد فمن انا في فتح دردشه بيناتنا انا المهم ادش انجذبني فحكيت وياها ليش ما حكيتها ربع ساعة ثاني يوم رجعت ضايج صارت الفاض ما اعرف ليش حكيت وياها شبيه ذيك ترجف؟ شو؟ ذيك ترجف ايه؟ المهم جيت لها تعرفنا وهاي تقريبا هذا حكي صار له 5 اشهر بس حسين البنية ولا تحكي وياها بيوم نص ساعة صارت بيوم ساعة بيوم ساعتين ظلت تاخذ وقت كله تذكرت انت قلت تفتح لايف على انستا وعلى التيك توك؟ مو ما افتحها اطلع هيك جوال قلت وياها ليه؟
نص على اتصال مراسلات هاي استغالي ايه ما ادري فجاه ايه بيوم وهي ايه طمست بي تعلقت بي ايه كل شيء متعلق بي اي انسى فتره تعود تعودت علي لا بس خلي اكمل لك لا تستعجل لسه نفس بقى العمر ايه خابرتني قالت باكر انا يمكن بغداد هي بيت مباربي الحكي ورا سكيت يا ربي ورا فتره يعني تقريبا يعني حكي هسه لا استمتعت يوم قلت لها حكي بغداد ورا سكيت بريده ها ورا يمكن هو ثلاث اشهر ما اذا كانت تعب ذاكرت ضعيف انا يمكن ثلاث اشهر وقايل اذا كنت شد شوي بمي ما قايل وانا وكان في سوالف كثير يعني حتى انت بتراسل ما يعني ما اشوف تراسل مو يعني 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 شلون اقول لك يعني هيك لوتيو شنو المفترض مو لوتيو ما اشوف تراسل ايه كان راسل يمك بس مو يعني شلون اقول لك يعني حسابك مره ثانيه الله وربيها انقل يمك افتحها وابع الرسائل هو انت بعت الحساب انا انسى بس انا ما انسى راسل اسف مو قلت من البدايه انستي اي غير اخذت انستي يمك تعرف انستي اه اي نبو جتني يمكن على سناب حلو اكثر شيء صار نفتح كاميرا على السناب فقلت لك انا باكر ايه الله فقلت لك باكر انا يمك بس هي بنيه حلوه والله شاهد خبل انا كيفت هيك وشوفه مو شوفه يا مو بكيفك ولا بكيف هو مساله انسجام تنسجم مي بنيه ما يعرف شنو مكانه انسجام الغراوي المكان عرف اللواتي شو شغلها هي بناسها تشتغل تسوي بكوف يعني هو الشغل مو عيب يعني شو يصير ابني يعني لا ام ولا ابو فهي من يعني تمتع على نفسها تشتغل كوفي كوفي ما بيش لا ام ولا اب ايه شنو وضعها وتحبها ابني حب ابو فقير تشتغل بكوف عبابة وفقيرة وذا اش بالكوف؟ ها؟ وذا بكوف يقولون لك ميان كوف بالكوف مو؟ حسين وها حسين ها بعد اش سوت تسحر ما ما اش سوت خبلت انا ما ادري اش صار بي المهم خليني اسولف لك جاي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين راح حضرت لكم هسه سولف لي التقيتوا التقيتوا ببغداد وين التقيت؟ اجتني قالت باكر انا يمك ببغداد زين انت ما تطلع اسانيا ما في اليوم طلعت وحتى ما نطلع احنا هسه سوى اذا ما نطلع اصلا ما نطلع هو يعني طلعتنا قليله ويعني اكثر شيء اكثر شيء من الموضوع اصلا انا ما اعرف اطلع وحتى ذوج بس شو شو طلعت ما شفتك طلعت والله وين التقيتوا؟ خابرتني قالت على اساس في المنصوره قلت لها المنصوره بعيده قالت تعالي الكراد شوي اقرب اجت بالكراد هم قعدنا بكوفي كوفي ايه ها تقريبا كوفي هي علوني قلت بالجامع وتبني قلت تدخل كوفي كوف صار شنو الكوفي كوفي وين هذا الكوفي صار بالكرادي ما اعرف والله وين الكرادي المهم لا سويت شوف حكيت وياي تعرف عفوا شلون تدخل كوفي حتى تدخل اكمل كلامي كان نقيس شلون تدخلت ها؟ يمكن ينقصان ماي بس هذا كمي المقاه وايد بغداد هم بالكوفي بالكوفي مو ثابتين بس طين يعني بس هذا شيء بالكوفي انت يعني منو يعني اقول لك تطلع الكوفي ها؟ بس هذا الكوفي هذا كملت الموضوع منو اللي بيطلع على الكوفي؟ جيب جيب مخك جيب جيب خايف من الموضوع تعلقت كلش فيه كلش كلش تعلقت يعني كنا سوا صار طلعتني سوا كلش ايه قدمت لك كل كلش هي مسوي تبدي بس كلش طيب شلون شلون قلعتك وايش تعلقت فيه شلون سولف اكيد راح تجيب لي عوفه وهاي السوالف بس اصبر ما عليك تعوفه شنو العوفه ما انت ما العوفه هاي مسوي المستعيات فكرت فيها قبلك فكرت وحاولت صوت منك انت هسه سولف لي شنو شنو الموضوع المهم شنو هو المهم ايه بس عليك
عادي ماكو كلام عليك باب الحوادث تحكي ما احكي عليك الحسين تحكي فيضل تعرض علي خطوبه طول زواج قلت انا زواج ما اقدر بس قنعت بالخطوبه بس خطبتي ها خطبتي شنو خطبتي لا لا الحسين يعني في الشغل تصير بس نزلي ليش خلنا نحكي احكي اكثر هاي هاي اللي رجعت يلا اعتذر هاي سوري فهو علي وهو علي عيني بعين ما هو علي عيني بعين لا لا استوي لا عيني لا وصلت الحل وصلت الحل عيني ما اقول لك وصلت الحل شنو تسوي خطبتها تضحك علي انت بس اسمع انا مو خطبتها وصلت الحل اسمع شنو خطبتها شنو خطبتها وين خطبتها وشيني شرعي ومشرعي سويت شي احكي لك بس عفو الضحك عفو الضحك عفو الضحك ترى انا هسه فرد دائما انا صار عندي ضغط راسي وجهي دور عصبي وصلت الحال مسك انا تعبت مو جاي احكي يلا مو جاي ما لا ما يلا عطل وجهي جيب لي بس عفو عفو الضحك سولف شلون خطب بس هي قاعد منتج شوي خطب قبل بيتي لا لا سولف ما اعرف يلا قلت لها مال اهلي جبت بيت اهلي وانا مستحيل صعب مستحيات فكرنا وياها لقينا حل بس بسرعه يعني انا ليش قلت لك بسرعه لانه عرفت تبغيني ذمي فالحل شنو هو؟ انه نروح انا يعني اشبر بي بس ما حد يدري اجي اروح فجاه سولف يعني اوف اوف خليني بس هيك انت عليك هيك بعدها شوي تشوف الحسين وبوكس بس شعر مستلبس بس اوف لك اروح لك الخربان هيك هذا بس اوف اوف هسه شلون خطبت؟ وين حاسس؟ هسه اقعد وجهه اقعد وجهه اقعد وجهه ما اقعد يلا سولف اقعد وجهه سولف اخرج بس اوف سولف يلا شلون خطبت؟ شلون هيك؟ ما هيك خطبت جيتي؟ انت قبلت الزواج بي عفو بس عفو ضحك توجه ابني لابني سولف يلا شنو سولف انا خلصت السالفه وانا شلون خطبتها شرعي مو شرعي ها هي مو شغله شرعيه يعني بس شنو سيد لو هيك بيناتكم خطبتي شنو ما ادري شنو بيناتكم اسد انت خطبها انت هي شو خطبتها هي تقبلين الزواج لا ما خليك هم زين مو شرعي ما صار بيناتكم شيء ها صار قبل الخطوبه بس تعال 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 بس تعال بس قوم لا خلنا نسولف عف عف وزنهم قوم نسولف وياكم اقعد اقعد خلنا نسولف وياكم اقعد بس اقعد وهسه شنو الحل بس بس اقعد بس الحل يلا قعد يلا الحل اوه قلت لك لقينا حل انا وياها؟ ايه نروح لاربي شنو؟ نروح لاربي وين تروح لاربي يا مفلوك؟ كنا اخطب باربي الخراب شو تسوي باربي؟ شو تسوي؟ الزوج انت مرتضي الحسين عليك تحكي بكل عقلك؟ اي والله كاف والله اللي تثبت بالعون بالحسين، الحسين صار انا شكل عنده ضغط من وراك راسي وجعني 24 ساعة راسي وجعني من غير عصب يا ابو القاسي خمادة قاعد تعيطني باي يا ابوها صمت ابوها مو ميت اصلا صمت لا تغلط غلطت بس هذا زلمة ميت غلط علي لا تغلط علي ايش بسببه لا تغلط علي شنو شريفة هي لا تغلط علي شنو شنو تضربني تضربني ليش ممكن تضربني ها انت مديلك علي بسببها ها ما تضغط عليها أهين بس شنو انت تطفي مراهق موضوع ما بيش شنو بني حبيته وخطبته شنو خل هذا وين المشكله شربتك سحر ها طبتك يا بلكي وين انت تروح لربين انت زي سولفت لي بالحسين هذا الباب هذا بس الحوش ما خليك تطلع يوم شيء من الايام ما بقى شيء
شنو ما بقى شيء؟ بس ارتب امورنا وهاي ولا؟ شو ترتب امور؟ منتظر الفلوس بس تجينا ولا؟ عم يا فلوس انت يا فلوس ها؟ بابا انت ما لا بابا انت لا تعطيني اياها شو بس بابا تكون شارع يلا بابا تعطيني اياها خابرها واحكي وياها انا وقتها بالمعاني وقلت لك هسه انا ولا ما تخلص ولا تغلط عليها موبايل راح ينكسر موبايل قوم 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 عندي الفلاش قوم كبرت تتخذها عندك بس شو شو بدك زين انا مو شك وشو بنصرت تسولف وياها ما قلت تسولف بس ها شو اروح وين موبايل وين طنيو اروح من ابغى بجرامه يسوي طيب بالك وين باي وين هذا فتح فتح انا شو ياه فتح انا ليه يا شو فتح 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 على عمودك فتح فتح ايش بيك انت فتح انت مو زلمه مو زلمه يلا ترجع لي زلمه يلا يلا مو تريد تتجدد المسؤولية طيب هنا شو ياه مرتضى هم محتل طيب هنا شو ياه اقعد شو بيك تفتح الجهاز يلا شنو يلا افتح ياه قبلك ياه سيني بابا ايش ايش دم بارد انت؟ جيت وانا بغلب خطوبة بابا مغلب ونحب دور من واجدي ما قبل أراضي حاولت أغري أشياء ما قبل غريت الفلوس غريت بأشياء ما قبل فلهنا تكون نهاية الحلقة سووا لايك وسبسكرايب وضيفونا على إنستي أنا حساب حسين حتى أروح أراضي يلا باي باي